الله وبركاته، كيفكم يا سادة؟ كيفكم يا طالبات الرائعات؟ اليوم إن شاء الله رح نبلش بدرسنا، درس المثلث متساوي الساقين وحل الأنشطة. خلينا نشوف النشاط رقم واحد إيش المطلوب منا. بحكي لك النشاط رقم واحد: تعد الأهرامات التي بناها الفراعنة المصريون واحدة من عجائب الدنيا السبع. شاهد ضياء فيلما يتحدث عن الأهرامات، ولفت انتباه ضياء الأوجه الجانبية لهذا المبنى الضخم. هلأ أجأ يا ضياء وشاف الأهرامات، فشاف انتباه لأوجه الأوجه الجانبية للأهرامات. شو شافها؟ شو رأيكم؟ شو شايفين الوجه الجانبي للأهرام يا صف سادس؟ مثلث ولا مربع ولا مخمس؟ أحسنتم، مثلث. طب ما نوعه من حيث الأضلاع؟ اطلعي، هذا ضلع وهذا ضلع كأنهم متساويين، فإذا رح يكون مثلث متساوي الساقين. أحسنتم، هذا بالنسبة لنشاط رقم واحد. خلينا نيجي لنشاط رقم اثنين، وهو نشاط عملي، نشوف إيش المطلوب منا. بيحكي لك في نشاط رقم اثنين: ولاحظوا في المثلث ألف باء جيم المرفق رسمه ألف هاء عمود على باء جيم، ألف هاء عمودي على باء جيم. أنقل المثلث ألف باء جيم على ورقة خارج الكتاب، ثم أقوم بقص ألف باء هاء وأطابقه على المثلث ألف جيم هاء. بدنا نقص المثلث ألف باء هاء ونطبقه على ألف هاء جيم أو ألف جيم هاء ونشوف شو العلاقة بينهم. لو إحنا قصناهم وطبقناهم رح نلاقيهم إيش مالهم؟ رح نلاقيهم متساويين. أحسنتم. طب خلينا نيجي لنشاط رقم ثلاث، نشوف إيش المطلوب منا. في نشاط رقم ثلاث بيحكي لك: أتأمل الشكل المجاور وأكمل الفراغ. نوع المثلث ألف باء جيم من حيث الأضلاع، طلع ألف باء جيم حسب ما إحنا شايفين مثل الصورة، حاطط لي هاي الإشارة وهي الإشارة، يعني هذا مثلث متساوي الساقين. أحسنتم، إذا هذا مثلث متساوي الساقين. بحكي لك ألف دال عمود على ألف عمود نازل من ألف على باء جيم. بحكي لك هي ألف دال عمود نازل من ألف على باء جيم، صح؟ طب هلأ السؤال: باستخدام المسطرة بدنا نوجد قياس باء دال ودال جيم. خلينا نشوف كيف بدنا نوجد قياسهم بالمسطرة. طبعا أنت لازم تمسكي مسطرتك وتقيسي. خلينا نقيس، قلنا باء دال، هيا طلعي هاي باء دال، لثبت مسطرتي صح، باء دال من هون لهون قد طلع لنا 1.5. أحسنتم، خلينا نقيس برضو جيم دال نشوف قد ايه القياس. هاي طلعي من هون لهون، هاي من 0 ل 1.5 برضو. إذا أنت حيكون عندنا القياس يساوي باء دال بتساوي 1.5 سنتيمتر، وطبعا جيم دال برضو 1.5. طب إيش بنلاحظ يا سادس؟ بنلاحظ إنه باء دال بتساوي جيم دال، إذا بتساوي متساويات في طول باء دال بتساوي جيم دال بتساوي 1.5 سنتيمتر. طب خلينا نيجي لأتعلم. بيحكي لك العمود النازل من رأس المثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها. إذا زي ما إحنا شفنا العمود اللي نزل من رأس المثلث متساوي الساقين، بشرط إنه يكون هذا المثلث متساوي الساقين على القاعدة، بنصف القاعدة. هاي خلى هاي القطعة من باء لدال بتساوي دال جيم، بتساوي هاي القطعة اللي هي دال جيم. طيب هاي طبعا قاعدة لازم نعممها ونحفظها. نشاط أربعة بحكي لك في المثلث، خلينا نشوف نشاط أربعة نكبر ونشوف إيش مطلوب. بحكي لك يا صف سادس في نشاط رقم أربعة، في المثلث سين صاد عين المجاور طوله صاد عين يساوي 10 سنتي. هيا صاد عين كلياتها بتساوي 10 سنتي، تمام؟ ما طول كل من ما يأتي؟ صاد دال قديش راح تكون؟ صاد دال بما انه مثلث متساوي الساقين وهذا عمود نازل على القاعدة حسب القاعدة اللي احكيناها قبل شوي، حكينا انه هذا العمود لازم ينصف القاعدة، وبما انها قاعدة كلياتها 10 سنتي فصاد دال لازم يكون كم؟ 5 سنتي. احسنتم. طيب دال عين، دال عين برضو 5 سنتي. احسنتم، اذا حلك ممتاز. طب ليش؟ لأنه العمود النازل من رأس المثلث ينصف القاعدة، القاعدة. أحسنتم. طب خلينا نيجي لنشاط رقم، نشاط رقم ستة. نشاط رقم خمسة إحنا ما بدنا إياه، خلينا نشوف نشاط رقم ستة. نشاط رقم ستة طلب منك، بحكي لك في المثلث سين صاد عين المجاور ما قيمة كل من؟ الزاوية رقم واحد، طلع على الزاوية رقم واحد. طب هي زاوية
55، والزاوية هاي كمان برضو قياسها 55. طيب مجموع زوايا المثلث احنا بنعرف 180 درجة، بجمع 55 زائد 55 راح يطلع معاكي 110، بطرح 180 ناقص 110 راح يطلع معاكي 70. اذا الزاوية هاي الرأسية راح تبقى 1 زائد 2 راح تبقى 70. طيب هلأ لو انا بدي اجمع 55 زائد 90 راح يطلع معاكي 145، زائد كم يساوي 180؟ اكيد 35. اذا الزاوية رقم واحد راح تكون 35 درجة. طيب والزاوية الثانية بنفس الطريقة، بجمع 55 زائد 90، هاي الزاوية اللي عندها 90 رح يطلع معاكي 145. 145 زائد كم يساوي 180؟ رح يطلع معاكي 35. إذا الزاوية الثانية برضو رح تكون 35 درجة، ماشي؟ بجمعهم مع بعض حتى أتأكد إنهم 70. نعم 35 زائد 35 رح يطلع معاكي 70. إذا الزاوية الثانية برضو 35. هيك صف سادس بكون أنا خلصت الدرس. خلينا بس نقرأ أتعلم. بحيك العمود النازل من رأس المثلث مستوى الساقين على القاعدة ينصف زاوية الرأس. هيك صف سادس بنكون إحنا خلصنا درسنا، وإن شاء الله انتظروني في الحصة الجاي أو الفيديو الجاي حتى نحل تمارين ومسائل. وشكرا لكم لحسن استماعكم، ويعطيكم ألف عافية.